ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم. How are you doing? Are you okay? I hope inshallah you're fine. This is our plan. Inshallah you're gonna take Surah Al-Waqi'ah. Maybe you can do half of it inshallah in this month. And also we have to focus again on Surah Al-Hadid, as you have finished it recently. And for revision, let's do from Surah Al-Mulk up to Surah At-Tahrim. I mean At-Talaq, from Al-Mulk to At-Talaq, inshallah. Now I read the first part of Surah Al-Waqi'ah. Listen carefully. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. Okay, thank you for listening. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.